في كتير ناس هون ليشتغلوا هالشغل، ليش انتي قلقانة كل هالقد؟ روحوا جهزوا حالكم، يلا روحوا. يلا ليش بعدكم واقفين؟ يلا ديناتي تعي، يلا بصير رح دير بالي على كل شيء. ماما ما بدك تجي؟ رح ألحقكم بعد شوي، يلا انتبهي بالمشي. عمتي ممكن ساعدكم بشي؟ شو يا سانجانا؟ شو انتي ما عم تفهمي يعني؟ ما حدا بهذا البيت بحبك ابدا، ورح تاكلي كفتاني اذا حاولتي تتدخلي يا شاطره بشؤوننا الخاصه. شو عم تفهمي علي؟ صحي بدك تجي معنا؟ حابه تعملي تنظيف بشره؟ قصدي اذا بدك فيك تجي معنا. تنظيف البشرة رح يكون له أثر سحري على وش آفني، وهلأ أنا رح أصب المي بالجهاز وبعدها بشغله. مش الحال رح يطلع البخار بعد شوي. آفني رايحة جبلك منصفة، بتحبي ساعدك شرية؟ ما في داعي بنوب، كلكم فيكم تعملوا تنظيف البشرة سوا. سوا؟ إيه، بتعرفي شو كنت أعمل بأيام الجامعة؟ كنا ننظف أنا ورفقاتي بشرتنا سوا، وكنا نغطي روسنا بالمنشفة ونحكي على العالم. عنجد شفتي؟ عنجد؟ مثل ما عم قلكن. بيناتي رح جبلك بنطلون ورح جبلك قميص معه، غيري تيابك وتعالي اعملي التنظيف واسترخي. لا حاعمل تنظيف البشرة بهي التياب، ما عندي مشكلة. بس فيناتي ساري هيك رح ينبل، رح جبلك بنطلون وقميص. هو غيري تيابك فيناتي. يا بنات شريا معها. ايه ماشي. شريا انت كتير لطيفة وعم بديري بالك علينا منيح، شكرا كتير إلك. ليش لحتى ما أدير بالي؟ أنا رح نفذ خطتي وانتو كلكن مشغولين. يا ترى لشو عم بتخطط شريا هالمرة؟ كيف بقدر فوت على غرفتها؟ أنا لازم أعرف لشو مخططة. جهاز البخار جاهز، خلونا نبلش وننظف بشرتنا. يلا 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 يلا, يلا. حطوا المنشفة على راسكم، استنشقوا شوية بخار وافتحوا لكم سيرة مع بعض. ماشي شريا. ايه صح، لا تشيلوا المنشفة وإلا ما رح يمشي الحال. بظن إن حضرتك رايحة لمحل ما لازم تكوني موجودة فيه. لا، أنت غلطانة كتير بهالمرة هاي،